سلام، تحية عسكرية لكل المقاتلين من أجل الراية الوطنية. 56 ساعة بعد الإعلان الرسمي عن ساعة الصفر، قوات العدو قامت بما لا يقل عن 6 طلعات جوية اخترقت خلالها المجال الجوي التونسي، وإحنا في المقابل كل يوم نطلعوا لهم بطلعة ندخلوهم بعضهم. آخرتها طلعنا بحكاية انترنت بلاش، المهم شاركوا في الاستشارة. غدرناهم الكل بها هاي الحلول المبتكرة والمقاربات غير التقليدية. المعلم ماشي في باله العبيد ما شاركتش في الاستشارة خاطر الانترنت غالية، تلمو فهم البلاد، تلمو واعي بمشاكلنا الحقيقية، تلمو دخل التاريخ بدقة التشخيص. حتى حد ما كان يتوقع طلعة كيما هذه، خاطر الحرب خدعة راهي، تفرجوا وتعلموا، ما هيش تفاد ليك. اسمع لابخيس شكاتبة: Spéculation, monopole et hausse des prix à l'approche du mois de Ramadan. Une guerre sur tous les fronts. مضاربة، احتكار وارتفاع الأسعار مع اقتراب رمضان. حرب على جميع الجبهات. يودي نفسلي، تهز جبهة تغرق جبهة. شوف الصباح: أزمة الخبز بين الافتعال وضعف القرار. سعيد يعلن من مقر الداخلية عن حرب دون هوادة ضد المحتكرين والمضاربين. توا لازمنا نخمو في إعداد ممرات إنسانية آمنة في مناطق منزوعة السلاح لإجلاء الجرحى والمدنيين، ولازم دول الجوار تحضر روحها لاستقبال اللاجئين بالملايين. أكا هاو أخويا، كي جات الحرب عندهم هما احنا وقفنا معاهم، يلزم توا يقفوا معانا في الحرب متاعنا. بصراحة ما هيش سهلة. راه عندك المغرب تتسائل، حرب الرئيس على الاحتكار، الساعة حددت، هل ينتصر سعيد؟ ما لا سؤال، من شكون باش ينتصر؟ الخونة والمجرمين ومسالك التجويع؟ مهبول انت سيدنا، ما ينجم كان ينتصر. وكان ما انتصرش راو منكم انتوما، من اللهفة متاعكم وقلة الانضباط. ما فهمتش علاش زيد الصحافة اليوم كاتبة الديوان التونسي للتجارة يقول: التزويد بالمواد الأساسية مستمر وبكميات مضاعفة، وهناك لهفة غير مبررة. قلت الحق بصراحة، اللهفة ما عندهاش مبرر، وبرا السلعة مقطوعة، وبرا فما ناس ما لقاتش ما تاكل. نقوم ونشنع ونسيبوا اللهفة متاعنا؟ يا ولدي رانا هكا باش نخسروا الحرب. حتى الشروق قالتها، اللي قلك قاتلك سهلت نشاط المحتكرين وعمقت الأزمة، هستيريا جماعية بحثا عن السميد والفارينة. مش معقول، راهو راكم قاعدين تعاونوا في قوات العدو هكا واحنا في طنبك الحرب. هذه راي خيانة عظمى. اي تعرش كيفاش انا من المنبر هذا وناشد سيادة الرئيس انه يتدخل ويعمل لنا مرسوم يجرم اللهفة. اي نعم، اللي نشدوه يعمل في اللهفة نعديوه محاكمة عسكرية، وهكا نقطعوا خطوط امدادات العدو ونضربوا المنظومة اللوجستية متاعو في العمق. انا مع الحرب بابا ما نعرفوش. ايه تراه انضباط تونس.